أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
想ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطاً ما وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ صدق الله.